الملكية الراوي التي بنيت في ثمانينيات القرن التاسع عشر للميلاد، تعد من أهم المعالم التاريخية والدينية والاجتماعية في مدينة دير الزور. الأدوار التي تلعبها ولعبتها التكية أدوار متعددة، ليس فقط الجانب الديني مع أهميته ومع مكانته، كانت هناك أيضا المكانة الاجتماعية، كانت المكانة العلمية، كانت المكانة التاريخية. بناء التكية والدور الذي تقوم به مر بعدة مراحل منذ تأسيسها وحتى اليوم. التاريخ يعود إلى أكثر من 130 سنة. تكية جدنا السيد أحمد الراوي اللي هو أول من قدم إلى هذه المدينة وعمر هذه التكية بحدود عام 1886، هذا المرحلة الأولى أو البناء الأول، فكان بناء قديم. طبعا الآن زال معظم آثاره نتيجة السنوات اللي مرت عليه. كان البناء عبارة عن مسجد صغير إضافة إلى التكية، أجت الكلمة العثمانية أو التركية من الاتكاء للمسافرين، للمارين، للقادمين، للحاضرين، للموجودين، الكل يعني يقضي معظم أوقاته في التكية. المرحلة الثانية ولده جدنا الشيخ عبد الوهاب الراوي أعاد بناء التكية على المقاييس والمعالم الحديثة بحدود عام 1950 أو 52، تجديد وتوسيع المسجد وضم إليه مجموعة من العقارات اللي حول المسجد وصار بمساحة أكبر. المرحلة الثالثة ظل العمل إلى بحدود عام الألفينات تقريبا، المشروع الجديد اللي قمنا به توسيع أيضا البناء وجعله لطابقين، ومن ضمنه أيضا بني معهد لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث، وضم إلى توسعة كبيرة وسدة للمسجد أيضا كبيرة. التكية تعرضت للتخريب والتدمير المتعمد على أيدي المجموعات التكفيرية، داعش وغيره وغيره، واللي مروا على هذا البلد بتفجير متعمد. فجروا طبعا معظم التكية، معظم المعالم زالت ولم يبقى منها إلا القليل، بما فيها المئذنة القديمة. المئذنة تعتبر من الآثار الموجودة في مدينة دير الزور، وأيضا مسجلة ضمن آثار مدينة دير الزور. الآن فضل الله عز وجل بعد ما انتهت المرحلة المظلمة من تاريخ البلد والمدينة، رجعنا بفضل الله ومساعدة الطيبين والخيرين، عادنا البناء طبعا تقريبا على ما كانت عليه بالتوسعة الأخيرة بحدود الألفينات. كان هنا يقام العيد والعالم كلها تجي من كل البلد. العيد هنا معروف بهاي المنطقة اللي هي جوار تكية الراوي، يجتمعون على صلاة العيد صباحا، وهون كان يقدم يعرفونها الحبية، وبعد هذا الفطور بيطلعون العالم يعايدون أنفسهم، يباركون أنفسهم بالعيد، ويجتمعون الصغار بهالمنطقة هاي أي أيام العيد الثلاثة. رغم ما تعرضت له تكية الراوي من تدمير ممنهج على يد العصابات التكفيرية، إلا أنها ما تزال قائمة وتطلع بالدور الذي أنشئت من أجله. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.